انفراجة في أزمة المعتمرين بالمطار وإقلاع 7 رحلات إلى السعودية. الأوقاف تنفي إلغاء مادة الدين وتؤكد الوزير يدرس دعمها بكتاب عن المواطنة. الداخلية تستحدث سيارات فان مزودة بحجز وكاميرات متطورة لدعم الدوريات الأمنية. الجنيه يبدأ رحلة هبوط جديدة ويتراجع أمام 3 عملات أجنبية وعربية. مصادر فرنسية: منفذ هجوم الشانزليزي يدعى كريم شرفي وهو فرنسي الجنسية. ريال مدريد يلتقي أتلتيكو ويوفنتوس مع موناكو بنصف نهائي دوري الأبطال. تشيع جثمان والدة المخرجين شريف وعمر عرفة إلى مثواها الأخير. انزل على ايدك، انزل على ايدك، انزل على ايدك، انزل على ايدك، انزل على ايدك.